دخول دونالد ترامب الناجي من الاغتيال إلى مؤتمر الحزب الجمهوري بشكل دراماتيكي أكسبه تعاطفاً واسعاً ووحد صفوف حزبه حوله، فالمحاولة الفاشلة فتحت الباب واسعاً أمام فرصه في العودة إلى البيت الأبيض من جديد بسبب حالة الدعم غير المسبوقة التي حظي بها حتى من جانب منافسيه السابقين أنفسهم مثل رون دي سانتس ونيكي هيلي. المحاولة التي نجا منها ترامب بأعجوبة خلقت موجة هائلة من التضامن والوحدة داخل الحزب الجمهوري لتعزيز صورته كرئيس قادر على مواجهة التحديات. ليس هذا فحسب، الحادث كان المنصة التي أطلقت منها هيلي نيران الاتهامات لمعسكر بايدن وإدارته بالفشل في إدارة البلاد، مؤكدة أن يوماً واحداً فقط في ولاية جديدة سيجعل البلاد في وضع أسوأ مما هي عليه. أما دي سانتس الذي اتهم الديمقراطيين بمحاولة شيطنة ترامب فأكد دعمه له، بل وذهب إلى حد التشكيك في قدرات بايدن على إدارة البلاد. في المقابل لم تتوقف الدعوات داخل الحزب الديمقراطي لبايدن بالتنحي بعد سلسلة من الانتقادات والاتهامات بالفشل في إدارة البلاد، وأتت محاولة الاغتيال لتعمق هذه المطالب وزادت من الانقسامات داخل المعسكر الديمقراطي، بل وصل الأمر إلى تعالي أصوات تتحدث عن بديل بايدن القادر على منافسة ترامب وهزيمته، خاصة بعد استطلاعات رأي أظهرت تفوق ترامب على بايدن في 4 من 7 ولايات حاسمة.